استقبل سعادة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والذي اطلع على الجهود الصحية المبذولة في الخدمات الطبية الملكية في المستشفى العسكري لمواجهة فيروس كورونا، وأكد على تميز هذه الجهود والكفاءة العالية للكوادر الوطنية والاستعدادات الكاملة للتعامل مع الحالات الحرجة. تجربة ثرية وجهود حثيثة اطلع عليها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته للخدمات الطبية الملكية، وتحديدا وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا، والتي برهنت على نجاح إجراءات المملكة في توفير العلاج اللازم وتأهيل الكوادر للتعامل بكل احترافية مع هذه الجائحة. This experience is very impressive. هذه التجربة مذهلة. هناك قصة قالوها لي عندما سألت عن عدد الحالات الموجودة في وحدة العناية المركزة، فقالوا لي بأنه لا توجد حالة مصابة وأنها المرة الأولى منذ ارتفاع الحالات، فأنا مسرور لأن ذلك يبين أن حالة الكورونا تتحسن وتتقدم، ونعرف بأنكم ستحافظون على هذا التقدم وهذا جيد. ونتيجة لذلك هناك شيء ملفت بأن هذا المكان كان مواقفا للسيارات وتم تحويله إلى وحدة عناية مركزة وتوجد به 113 سرير، بينما أن المستشفيات الكبيرة تحتوي عادة على قرابة 40 سرير مخصصا للعناية الخاصة، فوجود 113 سرير هكذا في 7 أيام شيء مذهل. يمكن فقط حماية أرواح الناس عندما نقوم بها بهذه السرعة، وليس ذلك فقط، للعمل بهذه السرعة واستخدام هذه المميزات والمرافق التي تم تحويلها إلى وحدة عناية مركزة لمواجهة كورونا. وأنا اقترحت لكل المسؤولين هذا الصباح بأن يتم توثيق هذه الجهود، لأنها من الممكن أن تساعد دولا أخرى في التصدي للجائحة، وقالوا لي بأنهم سبق وأن نشروا تجربتهم وخبرتهم حول هذه الوحدة. تعليق الضيف على هذه الزيارة كان وايد مبهر بالعمل اللي قام بالقوة الدفاع البحرية، وأن يعني عناية مركزة بهذا الحجم في 7 أيام كانت إنجاز رائع وخدم البلد في هذه الفترة، وإحنا خدمنا مثل ما تعرفون أكثر من 2800 مريض في هذه الفترة دخلوا العناية المركزة، والحمد لله يعني تكللت قصصهم أغلبها بالنجاح. والله الخبرة هذه واللي صارت عندنا في قوة الدفاع البحرين وفي وزارة الصحة والصحة العامة كلها خبرة يبي لها تجميع وإعادة نظر وتدوين لها، واحنا ان شاء الله في صدد ان ندون كل اللي موجود واللي حصل في خلال هاي السنه ونص السابقه. بالاضافه ان احنا كتبنا عده مقالات في مجلات علميه، تقريبا عددها اكثر من 20 رساله او دراسه علميه، وكلها يعني أثرت بالنجاح، وأن احنا شلون يعني خبرتنا في هذه الأزمة. إشادات واسعة وانبهار كبير انعكس على إثر هذه الزيارة إلى مختلف دول العالم، برهن عليه العمل المتواصل ضمن فريق واحد وتشارك مسؤول من مختلف المؤسسات الرسمية والوعي المجتمعي للتصدي لفيروس كورونا. زيارتنا الآن لهذه المنشأة الصحية يمكن في 3 أشياء مهمة إنه لازم نذكرها. أول إشي الجهد الجبار اللي اشتغلوا عليه إنهم يعيدوا تأهيل مكان هو مفروض يكون موقف، إنه إعادة تأهيله بالكامل وإعادة استخدامه بشكل فعال بحيث يكون كمنشأة صحية بتقدم الرعاية المتخصصة، فهذا ما يدل على الرؤية الحكيمة، ويدل أيضا على الجهود الجبارة اللي من الطاقم الطبي كمان، ومش بس الطاقم الطبي، في كمان إحنا كمان قمنا الآن بلقاء المهندسين وطاقم مختلف اللي عملوا جنبا إلى جنب لتأهيئتها. بس اللي أنا كمان شفته التهيئة كانت
مدروسة وكانت كمان على أسس علمية ومنهجية. سعيد جدا صراحة بسماعي شخصيا لكمية الإشادة من مسؤول ومدير منظمة عالمية اللي هي منظمة الصحة العالمية. حقيقة الريال يعني شاف جميع المراكز العلاج للكوفيد 19 في البحرين وأشاد بهذه الملحمة، التواصل والتعاون ما بين جميع الجهات من أرض المعارض إلى الإف آي سيو حاليا، والحمد لله رب العالمين اليوم نحن دخلنا يعني الإف آي سيو ما عندنا ولا مريض يعني موجود عندنا، فالحمد لله يا المكان وشاف الانطباع العام وشاف الروح الإيجابية في المواطن البحريني وشاف أن هذا المكان أقيم على أيدي بحرينية. تجربة البحرين التجربة الفريدة في مواجهة الفيروس اعتمدت على التنوع والابتكار والتجديد في الوسائل والأدوات والسبل للتعامل بكل منهجية واحترافية مع المتغيرات المتسارعة لانتشار الجائحة والسيطرة على مسارها والحد من آثارها على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. زيارة تؤكد نجاح إجراءات مملكة البحرين والخدمات الطبية الملكية على وجه الخصوص في التصدي لجائحة كورونا، مما وضع اسم مملكة البحرين على خارطة العالم الصحية بإشادة دولية وأممية واسعة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.